اسمي أمال محمد عبد العزيز، أنا عندي 13 سنة، بحب الرسم. مامتي وبابايا بيشجعوني قوي، وبدأت الرسم من وأنا عندي 5 سنين. بدأت زي أي عيل بيرسم طبعا خفيف، وماما كانت بتتفرج عليا وأنا بقعد أرسم، كانت عارفة إن أنا بحب الرسم وشايفين اللي انا بقعد ساعات برسم، وفي الفصل برسم، جابت لي قلمه وكشاكيل وحاجات وقالت لي ارسم فيهم. هو انا الاول وانا صغيره رسمت قطه شكلها حقيقي قوي، فماما شافتها وعرفت اللي انا عايزه ارسم حاجات حقيقيه وكده وناس وشكلهم، فجابت لي الحاجات قلم فحم والوان زيت. هو ساعات بابا بيقول لي على فنانين هو بيحبهم، فانا ساعات برسمهم. هي بدأت ان هي عندها 5 سنين، الاول كان بترسم على التاب، وبعد كده بقى ابتدينا بقى تتعلم ترسم بالورقه والقلم، بقيت امرنها بقى اللي هي ترسم بالورقه والقلم، بقت تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، وبعد كده اتعلمت عند فنان وبس، وبقيت بقى ترسم وتشوف الصورة، وبعد كده تقعد يومين وهي بترسمها البورتريه، يوم تخطيط ويوم رسم بالفحم، وبقيت أشجعها بقى في كل المراحل. هي الأول كانت بتصمم جرافيك بس على الموبايل، تقعد ترسم على الموبايل، فابتديت بقى إيه أقولها لأ بلاش على الموبايل، بيني بقى موهبتك بقى، يعني بيني موهبتك وارسمي بقى بالرصاص على الورقة والقلم وكده بس. وبعد كده بقى اتعلمت رسم وبقيت بقى ترسم، بس هي حابب بقى البورتريهات اكتر من الرسم العادي.